سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا مزيانين. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطبق اللي هو اللحم مشوي في الفران مع خضيره. كيجي بحال الفرماج، كيجي هشيش وفتي وهشيش، وكيجي بنين بزاف وطايب. صراحه كيجي واعر واعر. بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي في الشوى ديال يعني ديال اللحم في الفران، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم، ومع خضيره بطبيعه الحال. المهم طريقه يعني بسيطه وعاديه. دابا غادي ندوز باش نشارك معكم الخضيره اللي غادي نرافقها الطبق ديالي. غادي نبدا بخيزو محمض، كناخذو مقيله كنديرو شويه ديال زيت الزيتون ولا زيت، المهم زيت العود ولا زيت الزيتون، كل شنو كيقول ليها، مع الثومه، وكنشحروا شويه ديك الثومه مع ديك زيت الزيتون غير شويه، وكنزيدوا خيزو ديالنا. خيزو بطبيعه الحال كتكون مسلوقه ولا مبخره اللي بغيتو، وكنزيدوا الربع، القزبر والمعدنوس، وكنزيدوا نص حامضه. مهم انا استعملت حامضه، نص عصرتو ونص قطعتو طريفات كما كتشوفوا في الفيديو. تقدروا ديروا حامضه ونص اللي بغيتو، مهم على حساب الذوق. انا ما كيعجبنيش الحامض بزاف خيزو، درت غير حامضه نص عصرتو ونص درتو هكاك طريفات، مع مليحه والابزار والبابريكا اللي هي التحميره، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الهريسه، حتى هي اختياريه. كتعجبني انا الهريسه في كاع الخضره اللي كتكون مشرمله، كتجي زوينه، كتعطي واحد المذاق زوين. وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان، وعلى نار بطبيعه الحال اللي تكون مهيله، تكون شويه مهيله باش دوك لي زيبيس ديالنا ما يتحرقوش. وصافي، وكنبداو نخلطوا باش داك الخيزو تدخل ليه ديك الشرموله. والكمون كنديرو حتى لاخر لحظه، حيتاش الكمون ما كيبغيش الطياب، الا طاب كيطلق المروره، كنديرو حتى لاخر لحظه. وصافي، كنخلي واحد قياس واحد 3 دقائق 4 دقائق، وكنطفي على المقيله ديالي، وها هو خيزو واجد. كيجي بنين بزاف، غير جربوه راه غادي يعجبكم. وغادي ندوزو دابا اللوبيا الخضراء. المهم بالنسبه للوبيا الخضراء كناخذو نفس المقيله، كنديرو زيت الزيتون مع الثومه، وكنزيدو ديك اللوبيا الخضراء بخرتها، كنزيدوها، وكنديرو المعدنوس، شويه ديال المعدنوس والملحه والبزار، ونص حامضه، انا درت فيها غير نص حامضه، ودرت الهريسه اختياريه. الهريسه كاين اللي كتعجبو كاين اللي ما كتعجبوش. درت الهريسه ودرت الكمون، ولكن الكمون صراحه بزاف ديال الناس ما كيعجبهمش الكمون في اللوبيا الخضراء، يعني استغناو عليه ما ديروهش، غير حيتاش انا كان كيعجبني الكمون درته، وكيبقى الاختيار ليكم. وصافي، كتعرفوا الطريقه ديال التشحار ديال الخضيره. غادي نهضر لكم في الساعه على اللحم، حيتاش تقطعوا ليا، ماشي تقطعوا ليا، تمسحوا ليا بزاف نتاع الفيديوهات. مهم بالنسبه للطياب ديال اللحم، اهم حاجه اللحم المشوي هو الطياب ديالو. كان بالنسبه للحراره، كنشعلوا الفران على 450 450 فورنايت، يعني 250. كان نخليوه ديك الساعة الأولانية في 450، يعني الحرارة كتكون مرتفعة اللي هي 250 درجة. من بعد ما كدوز ديك الساعة، كنزلو الحرارة ل 350 فورنايت، يعني 180 درجة.
يعني في المجموع كياخد لينا الطياب ديال اللحم 3 سوايع اونص، ولكن البنات راه كيجي بحال زبده ولا فرماج ولا ما عرفت شنو. المهم انا خديت الفخد كتفلحوه بطبيعه الحال باش كيدخل معاه الطياب، وكندردر عليه غير الملحه، كيطيب غير بالملحه. انا شخصيا اللحم مشوي في الفران ما كيعجبنيش معطر، ما كيجيش زوين معطر. المهم هذه هي الطريقه ديالي، وغادي تعجبكم حسن باللحم الشرمل، يعني بالعطريه وداكشي. المهم كنلويو الفخيده ديالنا في ورق الزبده مزيان مزيان مزيان، عاد يعني مزيان، وعاد كنزيدو داك الالومنيوم صافي، وكنديروه يطيب 3 سوايع اونص. المهم هنايا غادي ندوز للباربا ولا البيطراف، دا كنديرو غير ضريس ديال الثومه، اللي كيبغي الثومه ضريس ديال الثومه مع شويه ديال الزيت وشويه نتاع الخل، شويه مليحه وشويه ديال البزار وشويه ديال الربيع. هذه بالنسبه للطريقه اللي كتعجبني انا. بالنسبه للناس اللي ما عزيزش عليهم الثومه ولا الربيع فهكا في الشلايط، غادي ديروا غير شويه ديال الملحه وشويه ديال البزر وشويه ديال الزيت صافي. المهم هذا هو البيطراف واجد. غادي ندوزو دابا البطاطا، حتى هي بخرتها صراحه كتعجبني حسن بمسلوقه. درت لها شويه ديال الزيت والملحه وشويه ديال البزار والملحه والربيع صافي. هذا ما كان. هنا من بعد اللحم ديالنا، من بعد اللحم موجد كيف ما كتشوفوا كيجي فتي 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 بزاف، وكيف ما كتشوفوا راه العظم يعني باين، راه غير كتخدشي فيه كيتجر معاك اللحم صافي. الا كانت الفخده ديالكم ولا ضلعه ولا اللي درتو مشحم، ما تحتاجش ديروا الزبده، غير هكاك ديروه في الفران يتحمر. الا كان ما فيهش الشحمه، يعني كان ناشف ما فيهش الشحمه، ديروا له واحد شويه ديال الزبده وديروه في الفران يتحمر وصافي. هذا ما كان، غير شنو هو حاولوا تلمطوه مزيان ببابي بورق الزبده، حيتاش ورق الزبده كيتجمع داك البخار به باش كيطيب، يعني هو كيجمع لينا السخونيه وبطبيعه الحال، وكتلمطوه حتى بالالومنيوم مزيان مزيان وصافي. هذا ما كان بالنسبه للحم. وكما قلت لكم انا اللحم المشوي في الفران ما كيعجبنيش نهائيا بالعطريه، دقتو عند ناس ما كيعجبنيش، ما كيجيش كما قلت لكم، دقتو عند ناس حيتاش كل منطقه في المغرب وكيفاش كيشويو اللحم في الفران. ما كيعجبنيش معطر، كيعجبني غير بمليحه، وبطبيعه الحال كي كيطيب كنديروا ليه مليحه والكمون كيجي يا سلام. ورافقتو بهكا شليضات، درت البطاطا بمعشبه بازير والزعتر، مهم هكا بخضيره، ورافقتو عاوتاني بالعنب، وزوقتو بلي طوماط سوغيس مع الفخوماج ولي شيبس. مهم بلا عادي، وديجا كان عندي داك الطبسيل الصغير، يعني ما عندي هذاك هو الطبسيل الكبير، نورمالمون مي كديري في الطبسيل الكبير كيبان داك الشيء حسن. المهم قضيت بداك الشيء اللي عندي ودرت له التقديم عادي، ماشي شي حاجه اللي واو، ولكن غير مهم البنه. هذا ما كانوا بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش الى عجبكم خليوا لي لايك، والى عجبتكم لاشين خليوا لي سبسكرايب، وبالصحه والراحه.